حابة أعرف من حضرتك بقى إيه هي الأسباب اللي بتخلي الأولاد اللي عندهم اضطراب توحد يبقى عندهم السلوكات النمطية المتكررة دي؟ تمام يا دكتورة. بالنسبة لأسباب السلوك النمطي، لحد دلوقتي أغلب الأبحاث بتقول لنا طفل التوحد أو اضطراب طفل التوحد أسبابه عموما غير مفهومة وغير معروفة لحد دلوقتي. طيب، أسباب السلوك النمطي لطفل التوحد: ارتفاع مستوى التوتر عند الطفل. الطفل التوحدي لو أنا زودت عنده التوتر بتاعه هيبدأ يظهر لي الرفرفة بالإيدين اللي احنا شفناها دلوقتي، هيبدأ يظهر لي أصوات غير مفهومة، حاجات مخالفة أنا مش عاوزها. لو أنا غيرت الروتين بتاعه اليومي اللي هو متعود عليه هيبدأ يظهر لي السلوكيات النمطية، زي مثلا لو هو خرج أو مثلا حد من قرايبنا جه عندنا وهو مش متعود عليه، هو بيحبه كل حاجة ولكن هو مش متعود عليه، فهيبدأ يظهر لي السلوكيات النمطية دي. طيب إيه كمان؟ الرغبة في جذب انتباه الآخرين. أنا شايف ماما مشغولة شوية، مش بتلعب معايا، فبالتالي هبدأ أشد انتباهها ليا بسلوك الرفرفة اللي هي ما بتحبنيش أظهره، ويبدأ يزود فيه بحيث إن ماما تهتم بيا من أول وجديد. طيب، والاعتراض طبعا على الروتين اليومي زي ما قلنا مع حضرتك.